أصوات 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 الحروف، إذا عارف أصوات الحروف ما عارف حاول لنشوف. يلا نشوف أصوات 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 الحروف. أهلا وسهلا بكم في برنامج عارف الجواب، معي أنا عارف. كما تعلمون سنكتشف ثلاث كلمات من خلال ثلاث ألعاب، وذلك للوصول في النهاية إلى المفاجأة الكبرى. والمفاجأة راح تكون كعكي كبيرة صح؟ نكتشف بالآخر يا كعكي. تمام تمام معزوزة. يلا حركي لنا عجلة الألعاب. يلا معزوزة معزوزة معزوزة. أها حان وقت لعبتي احذر الرسم. شو حلوة اللعبة. حلوة كتير. اليوم سنلعب لعبة احذر الرسم بشكل مختلف قليلا. تمام. سيرسم جاد بعض الرسومات بفرشاته الخاصة، وكعكي هو من سيحذرها. تفضل يا جاد. جاد جاد. معزوزة اهمسي بالكلمة إلى جاد. تمام تمام. هاي كاكي كاكي كاكي. أنا كتير بحب الكاك. هاي كاكي أنا عرفت الجواب صح؟ بعد يا كاكي بعد. أنا عرفت الجواب ثلاث كاكات. يعني الكلمة هي كاكات أو ثلاث. هذا صحيح. ثلاثة ثلاثة ث ثلاثة ث ث ث. وهلأ صار دور جاد. تمام. والآن يا معزوزة لنحرك عجلة الألعاب. تمام معزوزة يلا. أها لعبة الأدلة الثلاثة. سوف تعطي معزوزة ثلاثة أدلة ليتمكن جاد من معرفة الكلمة الثانية. إنه أبيض وبارد ويلمع تحت الشمس. ممكن تكون كاكي بالكريمة. بس كاكي الكاك ما بيلمع تحت الشمس. بتذكر لما عملت رجل الثلج مع بسمة كان الثلج لامع أبيض وبارد. أنا عرفت الإجابة. الإجابة ثلج. اقتربت كثيرا من الإجابة يا جاد. وماذا تقول لو كان هناك الكثير من الثلج؟ ثلوج. هذا صحيح. ثلوج ثلوج ثو ثلوج ثو ثو ثو. تمام. والآن إلى الكلمة الأخيرة. ممتاز. معزوزة عجلة الألعاب. لعبة احذر ما في الصندوق. كعكي هل تستطيع معرفة ما بداخل الصندوق؟ طبعا. كعكي أدخل يدك في الصندوق وحاول أن تحذر ما في داخله. أظن هدول قطعتين من القماش. يلا كاكي يلا. واحدة منهم عليها زرار. سروال. لا قميص قميص. هاد قميص. استنى استنى يعني هاي ثياب. مظبوط هاي ثياب. صحيح صحيح. ثياب ثياب في ثياب في في في. بسرعة لنكرر أصوات الحروف الثلاثة والكلمات التي تعلمناها اليوم لإطلاق المفاجأة. ث ثلاثة ثو ثلوج في ثياب. يلا كلنا سوا ث ثو في معزوزة.
مبروك للمشتركين، وبنشوفكن المرة الجاية في برنامج عارف الجواب معي أنا عارف. يا سلام يا سلام يا سلام. أهلا يا أصدقاء، حابين نفرجيكم كيف تشتركوا بقناة أهلا سمسم على اليوتيوب عشان تضلكم على اطلاع بأحدث الحلقات والمحتوى. كل اللي عليكم تعملوه إنكم تضغطوا على الزر الأحمر اللي موجود هون. عفوا، موجود هون.